يعني يقصد هذا ترتيب ال ترتيب المواضع التي كتب فيها غير صاحب درة التنزيل أنهم يبدأون أو يصلون إلى الآية رقم 6 أي في المتشابه في متشابه النص فهي الآية 6 عند كتب القوم في متشابه الايه متشابه النص ولا يقصد رقم الآية في المصحف الشريف حتى لا يلتبس الأمر عليه وقد تقدم أني أعلم على المغفل أو علم على المغفل بعلامة غير ويذكره بمنهجه وأرجع وأرجع إلى أم القرآن فأقول من الذي سماها أم القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام الرسول قد سماها كذلك فلا بد أن تعلم من هذه التسمية المباركة أن كل معنى ذكر في القرآن يرجع أصله إلى سورة الفاتحة ففاتحة الكتاب هي أم القرآن أي هي التي جمعت مقاصد الذكر الحكيم كله من ألفه إلى يائه وأنها خطاب من الأمة لبارئها والقرآن كله خطاب من الله للأمة كيف هذا؟ أنت تقول في فتحة الكتاب تعلن الحمد والثناء ثم تقول إياك إياك اهدنا كله خطاب يعني ربنا علم الأمة كيف تخاطب وتخاطبه بفاتحة الكتاب وأجمع الفقهاء على أنها ركن من أركان الصلاة لماذا؟ لأنها أم القرآن فلم يجعل سورة أخرى ركنا من أركان الصلاة وإنما جعل فاتحة الكتاب لو فهمت قوله صلى الله عليه وسلم أم القرآن لعرفت لماذا كانت فاتحة الكتاب واجبا ركنا على كل مسلم الصلاة فيقول أرجع إلى أم القرآن فأقول هي أم القرآن ومطلع الكتاب العزيز ودائما المطلع لابد أن يكون له علاقة وثيقة جدا بالمقصد وأول سورة في الترتيب الثابت يقصد ماذا؟ ترتيب المصحف هو ترتيب ثابت أما ترتيب النزول لم يكن ترتيبا ثابتا وشروعية حمده سبحانه في ابتداء الأمور وختامها متقرر معلوم عند أردت أن تقول ماذا افتتحت بالحمد فذلك أمر ثابت عند الأمة أنه يفتتح بالحمد مع الله سبحانه وتعالى ولذلك صار في خطب الكتب وصار في خطب الجمع الافتتاح يكون بالحمد لله وقد تكرر في الكتاب العزيز افتتاحا واختتاما وأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله وقول الحمد لله والمتردد من صفة حمده سبحانه في معظم الوارد منه في الكتاب العزيز ما افتتحت به أم القرآن من قوله الحمد لله هذا في القرآن العظيم كل الحمد لله ما عدا موضعا واحدا في سورة الجاثية فلله الحمد وما ورد في سورة الجاثية من قوله فلله الحمد ثم وقع إتباع المفتتح من السور بحمده جل وتعالى بأوصاف مختلفات الذي ذكرناه رب العالمين خلق السماوات والأرض إلى آخره مما انفرد به سبحانه فللسائل أن يسأل في ذلك أربع سؤالات للسائل هذا كما قلت والعقل الحي الذي لا يمر بالكلام مرورا وإنما يقف عنده يستثيره النص ويوقظ الحياة في عقله وقلبه فيطرح الأسئلة فالرجل طرح أربع أسئلة السؤال الأول ما الفرق بين الوالد في أم القرآن وما جرى مجراها مما افتتح بقول الحمد لله وبين الواقع في سورة الجاثية من قوله فلله الحمد هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني ما وجه افتتاح السور الخمس
واختصاصها بذلك مع تساوي السور كلها في استقبالها لأنفسها وامتياز بعضها عن بعض. هذا السؤال رقم اثنين. السؤال الثاني: ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد فيها من أوصافها تعالى؟ لو قرأته سترى أن الشيخ يتدرج من سؤال مجمل إلى سؤال مفصل إلى سؤال أكثر تفصيلا. السؤال المجمل هو السؤال الأول في بناء النص: الحمد لله، لماذا كان في القرآن كله على هذا النحو إلا في سورة الجاثية قال لا للحمد؟ هذا سؤال أكثر إجمالا يطرحه على البناء في القرآن كله. سؤال أقل إجمالا: ما وجه افتتاح السور الخمس بالحمد لله ولماذا اختصت دون غيرها مع أن كل سورة مستقلة عن الأخرى؟ السؤال الثالث: ما وجه تخصيص كل آية منها بما ورد فيها من أوصافه تعالى المتبع بها الحمد، حمد رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض إلى آخره، ما وجه هذا الاختصاص؟ السؤال الرابع: ما وجه كون الوارد من حمده في الخواتيم والانتهاءات لم يضطرد فيه ما اضطرد في افتتاح هذه السور من اختلاف التوابع؟ هذا سؤال آخر. يعني مفتتحات السور الحمد لله ثم يختلف الوصف للذات العلي، لكن الوارد داخل السور الوصف واحد كله الحمد لله لرب العالمين كما سمعت، فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه أربعة مسائل طرحها الشيخ على النص القرآني العظيم. هل وقع لكم أن تسألوا هذه الأسئلة وأنتم تقرؤون كتاب الله؟ قراءة التدبر هي التي تنتج هذه المسائل، ولو لم يكن لهذا الشيخ من فضل إلا طرح الأسئلة لكفاء. لماذا؟ لأن يجب أن أطرح السؤال قبل أصل أنا للجواب، ولكن يجب علي أن أفتح الباب لغيري، ربما يأتي في الأمة من بعد ذلك من يستطيع أن يجيب عن إيه؟ عن السؤال، لأننا أمة ذرية بعضها من بعض يكمل بعضها علم بعض. فلذلك أقول لو لم يكن من الشيخ أو لو لم يكن له من فضل إلى طرح الأسئلة لكفى. هذا أمر. الأمر الآخر: ربما تكون بعض الإجابات لا مقنع فيها، وهذا وارد أيضا، ولكن الشيخ حسبه أنه قد شهد وسدد وقال، فلا بد أن تعرفوا النهج من أول أمر. يبدأ الشيخ بعد ذلك وحينما ترى إجابة السؤال يبسط فيها القول تعلم أن الشيخ لم يهتدي إلى اقتناص الجواب اقتناصا جيدا، ولو اقتنصه كما يقتنص الصيد اقتناصا جيدا لأوجز القول في الجواب، ولكن كلما رأيت الإجابة تطول عرفت أن الشيخ يحار، كما أنك أنت حار في البحث عن الجواب. ولكن هؤلاء كانوا يكتبون اجتهاداتهم، فمن هنا قد تجد الإجابة على السؤال تأخذ وقتا حتى تستطيع أن تستخلصها أنت، وليس هذا عيبا كما قلت، ولكن الرجل قد اجتهد وسدد وقارب، وقلنا إنه قد أخذ بك إلى منتصف طريق العلم حينما طرح لك السؤال. معي؟ أنا نقول هذا الكلام حتى نستطيع أن نثمن وأن نقدر ما وصل إليه السلف وما كتبه السلف الصالح. يبدأ بالجواب، والجواب عن السؤال الأول: أنا يمكنني أن أجيبه بحسب ما فهمت من كلام الشيخ، لكني لا أريد هذا، ولكني أريد أن تستشعر كيف عانى وكيف تعب.
تتعب كما تعبه. والجواب عن السؤال الأول، ما السؤال الأول؟ من أجل الذين لا يحملون قدوة، ما السؤال الأول؟ الوارث هم القرآن ومجرى مجراها مما افتتح. الحمد لله فلله الحمد. هذا السؤال يعني هذا وارد في أول الكلام وإلى آخره. يقول: والجواب عن السؤال بعد تمهيده، أي بعد تمهيد السؤال، وهو أن نقول أن قوله سبحانه الحمد لله مبتدأ وخبر، وكذلك قوله فلله الحمد، ولكن الفرق لله مبتدأ خبر مقدم، فهو التركيب واحد والبناء واحد، ولكن هنا التركيب على النمط المعتاد المبتدأ ولا ثم الخبر، وهذه التركيب على النمط غير المعتاد قدم الخبر فيه على ايه؟ على المبتدأ. جيد، إلى الآن هذا كله توصيف وليس جوابا، ويصف لا يجيب الآن. والحاصل في الموضعين معنى واحد، وهو حمده تعالى بما هو أهله. عندك أصل ولا أهله؟ هو أصل. هو أصل الحمد يعني. ومعلوم أن التقديم والتأخير فيما بين المبتدأ والخبر إذا لم يقع عارض مما يعرض في التركيب ككون المبتدأ مما يلزم صدر الكلام أو كون الخبر كذلك، فيلزم تقديم ما له الصدرية إلى غير ذلك من العوارض وهي كثيرة، فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم والتأخير فتقديم أيهما كان وتأخير الآخر عربي فصيح. نحن لا نختلف على هو يقول إن هذا من مواطن جواز تقديم الخبر على المبتدأ، لكن ليس هناك إيجاب لأن يكون الخبر مقدما، ليس هذا من مسائل وجوب تقديم الإيه؟ هو يريد أن يقول هذا الكلام. إذن فهو يقول أنت تتعامل مع مباح لغوي في البناء، هذا أيضا وصف وليس تعليم، إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم يبنى عليه الخبر، المرتبة الأساسية، فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى كما في القرآن. وإذا وضح هذا فللسائل أن يقول ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدأ في سورة الجاثية، وهل كان يسوغ عكس الواقع؟ يعني كان يمكن أن يقال في غير القرآن فالحمد لله أم لا؟ فما وجه تقديم الخبر على المبتدأ؟ يتساءل الشيخ. والجواب أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي، أي لا ينبغي أن أنظر بالعلة إلى التركيب اللفظي وحده وأن أقول لماذا قال فلله الحمد ولم يقل الحمد لله، إذن فلماذا أنظر؟ أنظر للسياق الذي جاء فيه هذا هذا البناء، وإذن العارض معنوي وليس العارض لفظي. نعرف الفرق بين العارض المعنوي والعارض اللفظي أم لا نعرف؟ لا تعرف. العارض اللفظي مثلا كأن يرتبط الخبر بضمير يعود، كأن يرتبط المبتدأ بضمير يعود على الخبر، فلا بد أن يتقدم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر اللفظ ورد، أو أن يكون المبتدأ مذكرا فلا بد أن يتأخر، فكلها تسمى عوارض عوارض لفظية. ويقول لك هنا أنت في مرحلة الجواز، معناه انتهى العارض اللفظ، إذن عليك أن تبحث عن عارض معنوي، يعني معناه قواعد النحو هنا لا تعينك في أن تبحث عن علة التقديم من حيث اللفظ، فبقي أن تبحث عن علة التقديم من حيث إيه؟ من حيث المعنى. لننظر ما قاله الشيخ. يعني الآن أنتم تستيقظون معي فعلم المتشابه وتأويله بلاغيا من الأمور الصعبة الدقيقة، ولكن سنأخذ شيئا ف
فشيئا إلى أن نصل إلى الجواب إن شاء الله. يقول انظر إلى عبارته والجواب أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة الترتيب اللفظي بل قد يعرض من جهة المعنى، فهذا شيء فوق النحو. وتقدير الكلام ما يقتضي ذلك ويوجب، وإذا تقرر هذا فنقول إن قوله هذا هو الجواب إن قوله فلله الحمد ورد على تقدير الجواب بعد إرغام المكذب وقهره ووقوع الأمر مطابقا لأخبار الرسل عليهم السلام وظهور ما كذب الجاهل به، فعند وضوح الأمر كأن قد قيل لمن الحمد ومن أهله، فجاء الجواب على ذلك فقيل فلله الحمد. معنى هذا مثلا. ويقول لك الحمد لله إخبار من مخبر، لكن فلله الحمد جواب عن سؤال مقدر. السؤال المقدر هذا ما الذي أدى إلى تقديره؟ سياق الكلام. لو قرأت آخر الجاثية الآن من معه مصحف الشريف؟ اقرأ الآيات الواردة قبل قوله تعالى فلله الحمد، وقاسها على قوله تعالى لمن الملك اليوم، الجواب ماذا؟ لله. لم يكن الجواب الملك لله. يبقى إذا هنا لأنه وقع جواب لسؤال فقدم من فقدم الخبر، فكذلك هنا أيضا. والفرق بين الموقعين أن الجواب أن السؤال صريح في صورة غاف، وأن السؤال صريح في صورة غاف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين المبتدأ؟ الملك المحذوف. تقدره حتى حينما تقدره تقدره مؤخرا. فكذلك أيضا هنا سؤال لكنه مقدر. تقرأ يا أخي الآية قبل الموقع الآيتين. وبدأ لهم سيئات. نعم. وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فاليوم لا يخرجون منها، انظر إلى نمط البناء. اليوم قدم أيضا الضعف، فالنمط كله يتدرج. ولذلك هنا يقول الشيخ ان العلم في تقديم الخبر على المبتدا ان هذا النمط من التركيب جاء لسؤال جوابا لسؤال مقدم. هذا السؤال المقدم كانه قيل لمن الحمد اليوم بعدما عرض لك الفريقين، فريق المكذبين الجاحدين وفريق المصدقين المؤمنين. فرأى المصدقون ثوابهم فلا بد أن يحمدوا أن وفقهم إلى هذا. فلذلك ثار هذا السؤال، بينما النصوص الأخرى الحمد لله إخبار دون سؤال سبق. من أجل هذا أوجب المعنى أن يتقدم الخبر على المبتدأ. فلنقرأ كلام الشيخ في هذه الإطارة. نظير هذا أي نظير فلله الحمد قوله تعالى لمن الملك ثم قال لله الواحد القهار، ألا ترى تلاقي الآيتين فيما تقدمهما. فالمتقدم في سورة المؤمن أي سورة غافر قوله تعالى لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، فعند ظهور الأمر للعيان ومشاهدة ما قد كان خبرا قيل لهم لمن الملك اليوم
وتقدم في سورة الجاثية قوله وبدا لهم سيئات ما عملوا إلى آخر الآيات، وإنما ذلك يوم التلاقي والعرض عليه سبحانه. فعند المعاينة وزوال الارتياب والشكوك يوم القيامة كأنه قد قيل لهم لمن الحمد ومن أهله، فورد الجواب بقوله فلله الحمد. فالآية كالآية، الآية هنا فلله الحمد كالآية لمن الملك لله، لمن لله الواحد القهار. وانظر كيف ربط بين الموضعين، وانظر إلى الترتيب الثالث أن سورة غافر قبل سورة الجاثية. والمقدر المدلول عليه كالمنطوق، والإيجاز مستدع لذلك، أي متطلبات الإيجاز ألا يذكر السؤال، ما دام الكلام سيثيره في ذهن القارئ فلا حاجة إلى ذكره. ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقا به لم يحتج إلى إعادة ذكره، يعني حتى لا تقول لا سورة الغافر شيء آخر، سورة غافر الجواب لله الواحد القهار، ولم يكن الجواب لله الواحد القهار الملك. فقال لك لأن الملك سبق في السؤال لمن الملك، فإعادته في الجواب عبث. أما فلله الحمد ذكر الحمد لأنه لم يسبق له ذكر في السؤال، لأن السؤال بذاته، لأن السؤال كله مقدر حتى تعرف الفرق بينه، ويدافع عن الرؤية التي رآها. فالآية كالآية، والمقدر المدلول عليه كالمنطوق، والإيجاز مستدعى لذلك. ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقا به لم يحتج إلى إعادة ذكره، فقيل لله الواحد القهار، ولم يقل فلله الملك لتقدم ذكره. ولما كان الحمد في سورة الجاثية لم يتقدم ذكره، وإنما هو مقدر يدل عليه السياق، لم يكن بد من الإفصاح به في الجواب، فقيل فلله الحمد. ولأجل ما قصد من تقريع المكذبين وتوبيخهم عند انقطاع الدعاوى يوم القيامة ووضوح الأمر، أتبع حمده تعالى بقوله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فذكر ربوبيته تعالى لما أبداه وأوجده من أعظم مخلوقاته وأبدع مصنوعاته. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأعاد ذكر ربوبيته مع كل من هذه المخلوقات العظام المنصوبة للاستدلال بها والاعتبار بعظيم خلقها وما فيها، فقال رب السماوات ورب الأرض، ثم أتبع بما يعم ربوبيته لذلك كله فقال رب العالمين. والعالم ما سواه سبحانه من جميع مخلوقاته، ثم قال وله الكبرياء في السماوات والأرض، أي الانفراد بالعظمة والجلال والخلق والأمر، وهو العزيز الذي ذل كل مخلوق لعزته وقهره، الحكيم في أفعاله الذي جلت حكمته عن أن تدرك الأفهام غايتها أو يحيط ذوي التفكر بنهايتها. فناسب ما ورد هنا من الإطالة بتكرر ما ذكر مقصود الآية، وذلك هو الجاري متى قصد تعنيف المشركين ومن عبد مع الله غيره، وهو وارد في غير ما موضع من كتاب الله، وتكرير لفظ رب السماوات ورب الأرض مما يشهد لهذا الغرض من قصد تقريع الجاحدين. ولما كان الوارد في أم القرآن خطابا للمؤمنين وتعليما للمستجيبين مجردا عما قصد في آية الجاثية من توبيخ المكذبين، ورد على ما قدم من الاكتفاء، وكل على ما يجب ويلازم. أحببت أن أقرأ هذا النص لأن معرفة لغة العلماء أمر مهم جدا في فهم تراث الأمة. هذا البسط الذي بسطه الشيخ يجعلني أنا أستشعر أنه كان يعاني حتى يقتنص الفكرة،
حتى يتصيب الجواب الذي طرحه. والجواب عشان الإخوة الجيل المتأخرين هو يطرح أسئلة على النص في الإطار العام، وطرح السؤال كما قلت هو نصف العلم، فقد أوصلك إلى نصف الطريق. فالسؤال طرح أربع أسئلة على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. السؤال الأول: لماذا كان النمط في التركيب الحمد لله في أوائل السور الخمس وفي أربعة مواضع أخرى في القرآن وآخر دعواهم أن الحمد لله، النمط كله يبدأ بالمبتدأ ويأتي بعد ذلك بالخبر؟ فلماذا خولف هذا في موضع واحد من القرآن في سورة الجاثية فلله الحمد؟ فأي فرق بين الاثنين؟ الرجل نظر وتدبر ليجد علة موجبة لتقديم الخبر على المبتدأ، ليجد علة لفظية، والعلل اللفظية هي المسائل التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ. وهذا التركيب فلله الحمد ليس فيه واحدة من علل وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. فإذا هنا زال السبب اللفظي، وأغلق باب التعليل اللفظي لماذا تفردت سورة الجاثية دون سواها من تسع تراكيب. نحن أمامنا تسعة مواضع كلها الحمد لله، وموضع واحد لله فلله الحمد. وأن مسائل النحو لم تسعف في بيان العلة في تفرد سورة الجاثية بتقديم الخبر على المبتدأ، هذا هو السؤال، فهمتموه؟ ثم شرع في الجواب بعد ذلك، فأتى بالمرحلة الأولى بسد باب الجواب اللفظي، فليست جوابات النحاة واردة على هذا السؤال، أو لا تستطيع أن تجيب على هذا السؤال. ثم قال لك: فوجب البحث عن سبب يتصل بالمعنى. وازن بين هذه التراكيب في مواضعها معنى هذا حتى نعرف رحلة التأمل. رحلة التأمل أنه نظر في كل هذه المواضع التسعة وفي السياقات التي سبقتها، ثم نظر بإزاء ذلك في السياق الذي سبق سورة الجاثية. كان ينظر إلى موضع الجاثية وعينه على المواضع التسعة الأخرى في القرآن وعينه في سياق القرآن العظيم كله، فوجد ما يلهمه عن الجواب موجودا في سورة غافر، فقاس ما هنا على ما هو موجود في سورة غافر من قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فجاء الجواب تقدم فيه الخبر على المبتدأ المقدم، فأصل الكلام في غير القرآن: لله الواحد القهار الملك اليوم. ولكن لأنه قد سبق ذكر كلمة الملك في السؤال الصريح فلا يسوغ بلاغة، وإن كان يجوز نحوا، فلا يسوغ بلاغة أن يعاد ما ذكر في السؤال في الجواب. لماذا؟ لأن السؤال عن صاحب الملك، فلا بد أن تكون المبادرة بالجواب والجواب في مكمن الخبر وليس في المبتدأ. إذن فلا حاجة إلى إعادة ذكر، وحتى إن ذكر فيكون مؤخرا لا يكون مقدما من حيث البناء التركيب. أخذ هذا الذي ألهم به في سورة غافر حتى تعرفوا كيف ذهب إلى أول القرآن وإلى أوسطه وإلى آخره، ثم عاد إلى أوله، ثم عاد إلى السياق هنا، ثم عاد إلى السياق هنا، ثم عاد إلى السياق هنا، حتى كتب لكم نصف صفحة. رحلة معاناة كتابة نصف صفحة كانت نتاج تأمل ونظر واسع المدى في أول القرآن وفي أوسطه وفي آخره. فنحن قلنا خمسة مواضع: الحمد لله، الفاتحة، والكهف، الأنعام،
وسبأ والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وهناك أربع مواضع في أواخر السور، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقدر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل هذا يقتضي أن تنظر في السياقات، يعني لا يجوز أن ينظر في سياق سورة الجاثية وحدها، ولكن ينظر في كل هذه السياقات. فلم يسعفه النظر في السياق في أول الأمر في سورة الجاثية، ولكن أسعفه أن يرجع بنظره عدة سور ليصل إلى سورة الإيه؟ إلى سورة غافر، فيستلهم منها الجواب ويقول لك السر المعنوي في أن تفردت الجاثية في هذا التركيب بتقديم الخبر على المبتدأ أن هذه الجملة وقعت جوابا لسؤال تقديره لمن الحمد اليوم ومن أهله، ولأن السؤال ليس مذكورا وإنما مستقا ومستنبطا جاءت كلمة الحمد في الجواب، ولم تأتي في حين لم تأتي كلمة الملك في الجواب في غافر لأنها مذكورة في السؤال الصريح. ثم يوسع لك القول ليريك كيف ثار هذا السؤال، لأن بناء التراكيب في سورة الجاثية قبل موضع الكلام هذا كان كله في تقريع المكذبين الجاهلين، ثم يستخرج من بناء النص ما يدل على أن السياق يفيض بتقريع المكذبين بتكرار مثل قوله تعالى رب السماوات ورب الأرض، فلم يقل هنا رب السماوات والأرض كما قاله في مواضع كثيرة، ولكنك حينما تقرر حقيقة تريد أن تشبعها تثبيتا وتقريرا في ذهن السامع والمتكلم بأن يقر بنعم الله عليه، فيقول لك فالسؤال يستقى من أجل هذا أن السياق لتقريع المكذبين الجاهلين بنعم الله، فهذا الذي أثار السؤال وجعل الجواب يأتي على هذا النحو وليس هذا في السياقات الأخرى. واضح؟ يعني عندكم مقنع بالجواب؟ إلى حد ما هذا جهد الرجل، وهذا جهدي أنا حين أوجزت كلاما أو حين نقلته لكم بلغة زمانكم، لأنك إن قرأته بلغة زماني لابد أن تصنع كما أصنع، أن تكتب الآيات وأن تفتح المصحف وأن تنظر في السياقات حتى تصل إلى إيجاز ما ذكره الشيخ بلغة أهل زمنك، لأن عقولنا تحتاج إلى هذا. فنحن بزماننا أشبه كما كانوا بزمنهم أشبه. السؤال الثاني، لماذا خصصت هذه السور الخمس التي ذكرناها بالافتتاح بقوله تعالى الحمد لله، ولا تجب إجابة سريعة وتقول لأنها سور مستقلة، لأنه يرد عليك لأن كل سور القرآن مستقل، فلا تعجل في الجواب، ولكن عليك أن تبحث عن جواب آخر. لماذا افتتحت هذه السور الخمس بالحمد لله وعندك في القرآن 14 سورة؟ فلماذا اختصت هذه السور بالافتتاح بالحمد؟ هذا السؤال الذي طرحه الشيخ من نور قوله تعالى الحمد لله في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن. يحاول الشيخ أن يجيب وأنا أحاول أن أبلغ. الشيخ يقول والجواب عن السؤال الثاني إن وجه تخصيص السور الخمس، والله العلماء كانوا يرفقون بالأمة رفقا، يعني هو أعاد لك السؤال لا يريد منك أن تتكلف عنه أن ترجع إلى المسائل التي ذكرها أولا، فيقول لك فانظر كيف يرفق بك حتى تحتشد لتقبل الإجابة، لأنك لا تستطيع أن تفهم الإجابة إلا بعد أن تعود كما عاد للنص، فيقول لك
إن وجه تخصيص السور الخمس بما افتتحت به من حمده تعالى ما ذكر آنفا. ما الذي ذكر آنفا؟ جواب الأول السؤال. ما السؤال؟ ما ذكر في السؤال. أما أم القرآن يبدأ لك التفصيل. ما ذكر آنفا تأتي بالسؤال هنا. السؤال الثاني: ما وجه افتتاح السور الخمس وهي سورة أم القرآن وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاصل بقوله الحمد لله واختصاصها بذلك مع تساوي السور كلها باستقلالها بأنفسها وامتياز بعضها من بعض؟ يبدأ لك بالإجابة. أما أم القرآن فهي أول السور ومطلع القرآن العظيم للترتيب الثالث، يعني أعاد لك ما ذكره آنفا، يقول لك ما ذكرته آنفا ثم يعيد لك ما ذكره آنفا. أما أم القرآن فهي أول السور ومطلع القرآن العظيم بالترتيب الثاني، فافتتاحها بحمده تعالى بين. ليه؟ لماذا؟ لأن مفتتح كل كتاب بالحمد لله، ولأن مفتتح كل كلام الحمد لله. فلأنها العلة في اختصاص سورة الفاتحة بالافتتاح بالحمد أنها بداية ليه؟ ده جواب سهل. هذا جواب ايه؟ سهل. العبرة بالإجابة. أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثانوية. الثانوية الذين يؤمنون بالإيه؟ بالنور والظلم. لكن هنا يعني المحقق ذكر في الحاشية التنمية يجعلون الأفعال خلقا لله وكسبا للعبد. يعني هذا ليس مذهب الثانوية، ولكن مذهب الثانوية الإيمان بإله النور وإله الظلم، وأن الكون يدار بهذين الإلهين. سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثانوية، لأن العلماء قالوا مقصد سورة الأنعام إثبات وحدانية الله تعالى، وهذا مقصد لعدة سور في القرآن، ولكن كل سورة لها طريقة في إثبات وحدانية الله، إما عن طريق إثبات تفرده بالقدرة، وإما عن طريق إثبات الوحدانية بدليل قدرته على البعث، وإما وإما إلى آخره. بإذن المقصد يكون واحد، ولكن الإقناع به يختلف من سورة إلى أخرى، لأن الناس ليس على حديث وعلى حد سواء في هذا الأمر. ومن قال مثل قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلين أي النور والظلم، إلى ما يرجع إلى هذا. وقد بسطت هذا في كتاب البرهان، وله كتاب ولكنه صغير الحجم، يسمى البرهان في تناسب سور القرآن، وقد حققه أيضا محقق هذا الكتاب سعيد الفلاح، لكنه نشر هناك في ليبيا ولم ينشر في مصر ولا في السعودية، لكنه منشور في ليبيا. وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذكر وانفردت بذلك فافتتاحها بحمده تعالى بين. والجواب عن السؤال الثاني لهذا زيادة بيان. هل فهمت أنه قد أجاب؟ هو يقول هذه السورة تثبت إبطال مذهب الثانوية، وإبطال المذهب أي مذهب شركي يستوجب الحمد، يستوجب الحمد لله، فمن أجل أن السورة قامت لهذا الغرض وحققت هذا الغرض وأزالت هذه الشبهة من قلوب بعض الأمة، فهذا أمر يستحق الحمد أم لا؟ هو يريد أن يقول لكم هذا، يعني أنت قلت أنه لم يجب، ولكن الحمد.
الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات وجعل الظلمات، يعني نظر إلى ما بعد الحمد فأخذ منه الجواب. وبالفعل ترى سورة الأنعام قائمة على إبطال مذاهب الشرك، ولذلك تراها تتفرد بمثل الحديث ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم. ترى مثل هذه الأنماط ليست موجودة في القرآن العظيم كله، ولكن موجودة في سورة الأنعام التي ورد أنه قد شيعها 70,000 من الملائكة، وأنها أنزلت دفعة واحدة وهي من السور التي أنزلت بمكة. فالسورة توفرت على إثبات وحدانية الله عز وعلا ونفي كل شرك، وهي أكثر سور القرآن حشدا للأدلة على هذا والإقناع بهذا الباب، وتراها مبنية على الحوار، ولذلك تراها اختصت في سورة في قصة إبراهيم عليه السلام بالحديث عن عبدة الكواكب الصابئة، في حين لم ترد قصته في قصة إبراهيم في سورة أخرى هذا المقطع من إبطال مذهب الصابئة النجوم والكواكب وطلحة. نعم إبراهيم عليه السلام في سورة أخرى ورد إبطال مذهب عبادة الأصنام، ولكن سورة الأنعام اختصت في إبطال مذهب عبادة الكواكب، والكواكب هي تشكل شقا من مذهب الثانوية لأنها نور وعكس دين نور عكس الظلم، لأن النور له أدوات عندهم في معتقداتهم الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك. ولذلك هذا سر اختصاص سورة الأنعام بما ورد من قصة الخليل عليه السلام في هذه الجزئية تحديدا. إذن فلم يصلح أن يرد عن الخليل إبراهيم عليه السلام ما ورد في السور الأخرى من إبطال مذهب عبادة الأصنام، لأن هؤلاء لهم مذهب وهؤلاء لهم مذهب آخر. فأخذ من قصص السابقين ما هو أقرب من كلام المشركين في عبادة الثانوية. عرفتم كيف يوزع القرآن قصصه؟ من أجل هذا الرجل قال لك بأن هذه السورة لإبطال مذهب الثانوية، والحقائق الواردة فيها تبطل هذا المذهب، وكلما بطل مذهب لأهل الشرك وجب على المسلم أن يقول الحمد لله. فمن أجل هذا افتتحت سورة الأنعام في الحال. ثم ننتقل يعني لماذا لم نفهم نحن كلام الشيخ مرة واحدة إلا بعد أن بينت ووضحت؟ لأني نظرت إلى كلمة الشيخ ونظرت إلى سورة الأنعام ونظرت إلى كل سورة في القرآن تقول مذاهب الشرك، فوصلت إلى فهم كلام الرجل، لكنه كان يخاطب أهل زمن يفهمون لغته، فوجب علي أيضا أن أبلغ أهل زماني بما يفهمونه من اللغة. وإذا كانت هذه السورة مشيرة إلى ما ذكر أي المذهب الثانوية وانفردت بذلك فافتتاحها بحمده تعالى بين، لأن ليس هناك سورة في القرآن عرضت لمذهب المذهب الثانوي، فتفردها بإبطال مذهب الثانوية جعلها تتفرد بالافتتاح بالحمد على نحو يفسر لك لماذا اختص الحمد هنا بإتباع صفة بإتباع الله سبحانه وتعالى هذه الصفة الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات. هل هناك آية في القرآن وجعل الظلمات والنور بعد الصفة من صفات الله تبارك وتعالى كما هو وارد هنا؟ لا يمكن، لا تجد هذا في فدائه. وهذا يدلك على فتح الباب للجواب عن هذا وأشباهه. إذا أردت أن تبحث عن خصوصية لسورة وسرها فلا بد أن تجمع خصوصيات السورة كلها، وأن تضع الخصوصيات بإزاء بعضها
ينفتح لك الباب. فهذا يتصل بمقاصد الصغر، ينفتح لك الباب وعليه تستطيع أن تعرف كيف يجتزأ أو يعاد حديث في هذه الصورة، لكنه يتزين بزي آخر يتصل بمقصد هذه الصورة. فالشيخ يفتح لك هذا الباب، ولذلك قال فافتتاحوها بحمده تعالى بين، والرجل ظن بنا خيرا وأننا قد فهمنا وأن القول قد انتهى. وفي الجواب عن السؤال الثاني لهذا زيادة بيان، وأما سورة الكهف فكذلك، أي جاءت كذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف وذي القرنين، حسبما ألفت يهود لسائرهم من قريش حين ذهب إلى المدينة، يأتي المسائل يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مما لم يتكرر في القرآن. فافتتحت بحمده تعالى وذلك بين، كلمة ذلك بين بين عنده هو، ولكن هل هو بين عندكم؟ الحمد لله، لأن رسول الله وقتها والصحابة معه قد وضعوا في أزمة وحرب إعلامية شرسة، حينما قال لهم أجيبكم عن هذا غدا، فاستلبث عليه الوحي 40 يوما، وارتد بعض من ارتد من صحابة رسول الله عن دين الله، لأن رسول الله لم يستطع أن يجيب. فلما جاء الجواب شافيا من عند ربنا، ألا يستوجب ذلك الحمد؟ يقول لك وتفردت سورة الكهف بهذا، أن فيها إجابات لمسائل علمها اليهود كفار قريش ليحاجوا بها رسول الله، فابتليت الأمة 40 يوما، ورسول الله يتوارى عن الناس لأنه لا يملك الجواب، إن هو إلا وحي يوحى. تخيل حينما تقع في أزمة مثل هذه لمدة 40 يوما، فينزل الوحي ليجيب، كيف يكون حاله؟ لسانك هو الذي سينطق وحده لقوله، يعني حينما تطول الغمة ويطول زمنها ثم يكشفها ربنا، أول ما ينطق اللسان يقول ماذا؟ هذا هو الذي حصل. من أجل هذا قصة. نعم محضرة، يعني بعد فهمي لهذا الوجه البين من اختصاص سورة الكهف بحمد الله، هل فضيلتك تضيف لنا وجها آخر في العلاقة بين ختم سورة الإسراء بالحمد لله إضافة إلى ختمها أيضا بذكر القرآن الكريم، ثم افتتاح سورة الكهف بذكر الحمد لله ثم بذكر القرآن الكريم؟ يعني هذا الجواب ستراه في كتاب علاقة المطالب بالمقاصد حينما تعود إلى الكلية، وديك نسخة منه ولا أهديتك. اقرأ هذا وسترى الجواب فيه إن شاء الله، لأننا عكفنا على هذا زمنا حتى نكشف عن أسرار ترتيب سور القرآن الكريم، وكيف ينظر أول هذه السورة إلى آخر هذه السورة. علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم، دراسة بلاغية نظرية تطبيقية. مش عندك؟ بس خلاص قصة البحث الضلالي في المراجع. هو صفعة مكتبة الإيمان موجودة في أصول الدين. لأن الجواب عن هذا يطول، ستجد مكتوبا إن شاء الله. وأما سورة الكهف فكذلك، أي فافتتحت كذلك لبنائها على قصة أصحاب الكهف وذكر ذي القرنين، حسبما ألفت يهود لسائلهم من كفار قريش، وذلك مما لم يتكرر في القرآن. فافتتحت بحمده تعالى وذلك بيته. وأما سورة سبأ فإن قصة سبأ لم يرد فيها أيضا في غير هذه السورة. قصة سبأ لم ترد إلا في سورة سبأ. وعلموا أن نسم السورة هاد إلى مقصودها، تسمية السورة لأنها أسماء السور توقيفية،
من الله عز وجل. وحينما تقرأ اسم السورة تعرف مفتاح فهم هذه السورة. فسورة سبأ، إذا عليك أن تعقف على قصة سبأ، تقرأها وتتدبر نظمها، ستحل لك إشكالات اختصاص السورة ولماذا افتتحت هذا الافتتاح إلى آخره. فإذن حتى تقنع بالجواب عليك أن تقرأ قصة نبأ، قصة سبأ، لتعرف، لأنها ستجيب لماذا افتتحت. الحمد لله. في غير هذه السورة إلى الإيمان الوارد في قول، يعني لم يرد في غير هذه السورة إلى الإيمان الوارد في قوله في سورة النمل: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلما تضمنت سورة سبأ من هذا ما تضمنت، ومن قصة داود وسليمان عليهما السلام، وما منحهما الله سبحانه وتعالى من تسخير الجبال والطير والجن وإلانة الحديث، ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواها. انظر كيف وازن الشيخ بين ورود قصة داود وسليمان هنا وبين القصة في القرآن العظيم كله لهذين النبيين الكريمين، حتى يخرج ويحدد وجوه وجوه الاختصاص. ولم يجتمع مثل هذا التعريف في سواها، افتتحها سبحانه بحمده وانفراده بملك السماوات والأرض وما فيها وما فيهما، وإنه أهل الحمد في الدنيا والآخرة. لأن سورة سبأ فيها من الكشف عن منائح الله مقاليد القوة لداود عليه السلام ولسليمان ماذا يذكر في القرآن كله في قصتيهما. فأراك فحينما تنظر إلى هذه القصة وترى ما فيها من اختصاصات هؤلاء الأنبياء، وألن له الحديد، أي صار الحديد في يده كالعجين، وسليمان يركب الريح ويعملون له ما ويسخر الجن وما إلى ذلك، ولم يرد هذا في صور أخرى. حينما تنظر إلى بعض ما منحه إلى هذين النبيين وما منحه من النعم لأهل سبأ، لدرجة أن المرأة كانت فقط تسير بين هذه الجنان فيقع الثمر في المكاتب فتذهب لبيعه دون عناء في قطفه وما إلى ذلك، وعمارة في الأرض وما إلى ذلك، لا بد أن تحمد مالك السماوات والأرض وأن هذا له كل، ويريد أن يقول لك هذا. وأما سورة فاطر ففيها التعريف بخلق الملائكة، تحدث ربنا كثيرا عن الملائكة في الكتاب العزيز، لكنه لم يتحدث عن أجنحة الملائكة وقوتها وما إلى ذلك إلا في سورة إلا في سورة فاطر. إلى خلق السماوات والأرض وإمساكهما، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وليس هذا موجودا في القرآن كله إلا في سورة فاطر. وانفراده بذلك، ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القرآن، فناسب هذه المقاصد المفردة التي لم ترد في غير هذه السور ما افتتحت به، ولا يلزم على ذلك افتراض ذلك في كل سورة انفردت بحكم أو تعريف ليس في غيرها، بل جواز ذلك منسحب على الجميع، واختصاص هذه السور بذلك واضح لانفرادها فيما ذكرنا. أريد أن يقول لك شيئا لأنه سيرد عندك سؤال، تقول: هل خلت سورة من اختصاصات؟ لم تخل سورة من اختصاصات وتفردات، لأنه أقام العلة على ما تفردت به هذه السور، أن تفرداتها هذه هي التي اختلط اختصاصها بالافتتاح بالحمد لله، فيريد أن يدفع هذه الشبهة ويقول لك:
ليس افتتاح ما هذه السور بالحمد لله واجبا في كل سورة تتفرد بشيء، ولكنه جائز، ولكنه إيه؟ ولكنه جائز. فهذا من باب الجواز. ولكن أنا أقول لكم لو حاولتم وعانيتم، لأن الرجل كان أمامه مهمة أن ينجز القول في متشابه آية تنزيله كله، لم يفرغ لهذه المسألة، لكن لو فرغ واحد منكم لهذه المسألة وحقق القول فيها فوالله لن يصل إلا إلى نتيجة محققة أن السورة لا يجوز بلاغيا أن تفتتح إلا بالحمد لله، وأن السورة الأخرى لا يليق بلاغيا أن تفتتح بالحمد لله. لكن الرجل أجاب جوابا مجملا وفتح الباب على أي حال وطرح الأسئلة، فيقول لك بل جواز ذلك منسحب على الجميع، واختصاص هذه الصور بذلك واضح لانفرادها بما ذكرنا، لأنه هو يحس أنه لم يقدم الأدلة التي فيها مقنع ما يكفي، فقال لك على الأقل اعتبر أن افتتاح الصور بالحمد جائز، ولكن هذه الصور اختصت بذلك لما فيها من انفرادات، فاقبل هذا الجواب أو رد هذا الجواب أو ابحث أنت عن غيره، فقد أديت لكم جهدي وهذا حسبي. هذا ما يريد أن يقوله الشيخ، ونقف عند الجواب عن السؤال الثالث إن شاء الله. نعم. هل كلام المصنف الذي تقدم في تقديم الخبر يدل على أن الخبر إذا كان مقدما موجودا لا يبحث فيه عن السر هذا؟ هذا سؤال مهم، يعني هل ما جاء على أصله لا يسأل عن سره؟ يعني حينما جاء مبتدأ والخبر خبر، قول البلاغيين أو قول بعضهم الذي هو قول فرار وليس قولا مقنعا أنهم يقولون ما جاء على أصله لا يسأل عن سره، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح حتى. ولكن البلاغة تجعل ما تسأل عما جاء على أصله ولم يأتي على أصله، ولكن لأن البلاغة تظهر سريعا فيما جاء على غير أصله فيتكلمون في ذلك، ولكن الأمر يكون صعبا فيما جاء على أصله فيكتفون بهذه الكلمة، وأنا لست معهم في هذا الاتفاق، لأنه يسأل عن سر النظم حيثما كان، وهذا سيكون في شرح دلالة الإعجاز السالب بعد ذلك في باب التقديم إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد.